يا شيخ، أنا أختي حامل وعندها سكر، نعم. وهي مش قادرة، يعني عندها نزول، وهي عندها دين في رمضان اللي فات، وهي لو حاملها قعد يعني شهر رمضان مش هتقدر تصيمه، يعني عشان يجوز عليها يعني. خلاص تنتظر حتى تلد بإذن الله تعالى، ثم تصوم ما عليها من رمضان الماضي. هي تلد في رمضان بإذن الله. خلاص تقضي بعد رمضان، رمضان الأول، وتطعم عن كل يوم مسكينا. ماشي، شكرا يا شيخ. بارك